مشاهدينا الكرام، إليكم موجز الأنباء. التعليم، تسليم الجهاز اللوحي لطلبة الصف الأول الثانوي. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق عن بدء تسليم دفعة الصف الأول الثانوي العام الجهاز اللوحي التابلت خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. والقبض على 35 هاربا في حملات بالمحافظات. وصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة التي أوشكت على السقوط، ونجحت الجهود الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة في ضبط 35 هاربا من أحكام متنوعة بعدة محافظات. والوحدة الصحية بالمنظومة توفر الخدمة لخمسة آلاف أسرة. كشفت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة عن استهداف الوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية الشاملة لخمسة آلاف أسرة من خلال طبيب الأسرة. ودعوة برلمانية لإنشاء صندوق دولي لمكافحة الإرهاب. اقترح عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب أن يتوافق المجتمع الدولي على إنشاء صندوق دولي لمواجهة الإرهاب يتولى تحمل تكلفة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومكافحته في أي دولة، وقال إن مصر منذ سنوات تحارب وتواجه الإرهاب نيابة عن العالم، وتحملت في سبيل ذلك نفقات وأموال كبيرة. وإليكم ما حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد. وإلى نهاية النشرة قدمتها لكم مي عبد الرحمن، دمتم في رعاية الله.